هذه الندوة هي الندوة الختامية لمشروع حقوق ومساواة، والمشروع الذي نفذه المنتدى المغربي للصحفيين الشباب وجمعية عدالة من أجل الحق في المحاكمة العادلة وتحالف إصرار للتمكين والمساواة والجمعية الدولية غير الحكومية إكوال رايتس أند إندبندنت ميديا إريم، بشراكة مع كل من الاتحاد الأوروبي من جهة ووكالة التنمية الفرنسية. هاد الندوة هادي كتجي باش نقدموا واحد المجموعة ديال المخرجات ديال هاد المشروع هذا اللي اشتغلنا فيه على بزاف ديال المحاور اللي كانت كتهم اساسا تقوية القدرات، الرصد، الترافع. دونك كانوا في واحد ثلاثة ديال المحاور اللي اشتغلنا عليهم، وكتجي باش كنعطيو المخرجات ديال هاد العمل ديالنا طيلة هاد السنتين اللي اشتغلنا فيهم على 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 مختلف هاد المحاور اللي ذكرت. ففيما يتعلق بالتكوين وغير ذلك اشتغلنا على فقط، لم نشتغل فقط على تقوية القدرات، وإنما اشتغلنا أيضا على منح واحد المجموعة ديال المنح صغيرة اشتغلنا فيها مع جمعيات على المستوى المحلي من أجل تنفيذ مشاريع اللي كتندرج في الأهداف ديال هذا المشروع المتعلق بالحرية الأساسية، يعني حرية الرأي والتعبير والتظاهر والحق في الحصول على المعلومات وغيرها، وأيضا قضايا المساواة. هذا من جهة. فيما يتعلق بالرصد، كاين صدرنا تقرير من خلال المرصد للحريات وحقوق الإنسان اللي نشأناه داخل هذا المشروع هذا، واللي كيضم تقريبا واحد عشرات الجمعيات، واللي اشتغل على اللي هو كيمثل هذه الجمعيات، يعني بحال واحد التحالف ديال الجمعيات سميناه مرصد الحريات وحقوق الإنسان، واللي الهدف منه هو أننا كنا نلجو واحد تقرير على المستوى الكمي وعلى المستوى الكيفي باش نرصدوا مختلف الاشكاليات المتعلقه اساسا بواقع الممارسه، بالواقع الممارسه المتعلقه بالحريه الاساسيه، حريه الراي والتعبير، الحق في الحصول على المعلومه، حريه التظاهر، حريه تاسيس الجمعيات، حريه التجمع وغير ذلك، والاشكاليات القانونيه من جهه، وايضا الاشكاليات المتعلقه على مستوى الممارسه من خلال تتبع مختلف القضايا والاحكام القضائيه المرتبطه بتنفيذ هذه الحقوق. وهنا رصدنا مجموعه من الاشكاليات كما قلت على المستوى القانوني وعلى مستوى الممارسه وعلى مستوى الترافع. قدمنا واحد التقرير من خلال العمل اللي قمنا به كتحالف مدني في اطار ديناميات عداله، اللي كتضم واحد المجموعه ديال عشرات الجمعيات، اللي هاد ثلاث الجمعيات هادو اللي داروا واحد التقرير اولا موازي برسم الجوله الرابعه من استعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الانسان بجنيف. ومن بعد ذلك اشتغلنا مع البعثات الدائمة على مستوى جنيف من أجل الترافع لديها، من أجل إقناعها بجدوية التوصيات التي نطرحها. وبعد ذلك كان هناك تقرير خرج وبلينا على أنه واحد مجموعة ديال التوصيات اللي كنا كناديو بها خرجوا في التوصيات النهائية في التقرير ديال آلية الاستعراض الدولي الشامل، واللي عطتها مجموعة من الدول المملكة المغربية فيما يتعلق بالحرية الأساسية اللي اشتغلنا عليها. والأهم من ذلك وأنه مجموعة من هذه التوصيات هذه قبلتها المملكة المغربية، وفي المستقبل غادي نشتغلوا بيان سور على المسألة ديال التنزيل والتطبيق السليم لهذه التوصيات التي تم قبولها من طرف المغرب، واللي كتبقى خطوة إيجابية، ولكن عاوتاني الأكثر إيجابية هو المتابعة ديالنا كيفية تنفيذ والإعمال ديال هذه التوصيات هذه. الخطوة الثانية هي دائما حنا في واحد العملية ترافعية على طول العام، كنشتغلوا على طول العام في الترافع. الترافع كيدار مع المؤسسات الوطنية، دونك مع المؤسسات، سواء المؤسسة التنفيذية ممتلة في الحكومة من خلال الهيئات ديالها اللي عندها علاقة بالمجال ديال الاشتغال ديالنا، أساسا الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، سميتو اساسا المندوبيه الوزاريه لحقوق الانسان، وزاره القطاع ديال التواصل او وزاره الشباب والثقافه والتواصل، قطاع التواصل اساسا، وايضا من خلال الاشتغال ديالنا بشكل مباشر مع المؤسسه التنفيذيه بيان سور من اجل الترافع والرصدوا اننا كنقولوا فوالا شنو رصدنا، شنو الاشكاليات اللي مطروحه عندنا، من يكونوا شي مشاريع قوانين المرجو الاخذ هذا الشيء بعين الاعتبار ديالنا، باعتبار اننا قوه اقتراحيه في اطار الديمقراطيه التشاركيه، وفي نفس الوقت التواصل المباشر ايضا والمستمر مع الفرق البرلمانيه، لان تما كيدار التشريع واننا نحلوا عينين يعني البرلمانيين وكذا، ونشتغلوا معاهم ونعطيهم ملاحظاتنا وغير ذلك، حتى الاشكاليات اللي ربما يكونوا ما ضبطيناش حنا كنعطيوها لهم كمجتمع مدني انطلاقا من موقعنا. يعني كاين المجتمع المدني بحال اللي كيشتغل المجتمع المدني في القضايا المتعلقه بالاعاقه، في المجتمع المدني في القضايا المتعلقه بالتنميه المسلمه، حنا كنخدموا في واحد الاشتغال ديال كما قلت الحريات الاساسيه اللي كنحاولوا اننا نترافعوا من اجلها مع المؤسسات وايضا حتى المؤسسات اخرى بحال مجلس الوطني لحقوق الانسان وغير ذلك. بالتالي هذه العمليه ديال الترافعيه دونك هذا على المستوى الوطني، يعني خصو يكون مستمر على طول العام، خصو يكون التواصل على طول العام، حنا دائما هذا الشيء ملتزمين به ودائما كنديروا، بالاضافه الى التفاعل مع الاهليات الامميه لحقوق الانسان كلما سمحت بذلك ظروف
سواء تعلق الأمر بالآلية التعاقدية من خلال اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لأن هي المتعلقة على مستوى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، هي اللي مختصة بالنظر في القضايا ذات الصلة بالحقوق المدنية والسياسية اللي احنا كنشتغلوا عليها، أو عبر آلية الاستعراض الدولي الشامل أو آلية أخرى بحال الإجراءات الخاصة. إلى شي نهار غادي يزور واحد المقرر الخاص، غادي أساسا المقرر الخاص المعني بتأسيس الجمعيات أو المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير والزيارة ديالهم للمغرب، دونك هذا هو الشيء غير خصو يكون على طول العام. أنا فوالا غير ما يمكنش دير عملية ترافعية إلا ما درتيش راسك مزيان وتقرير مزيان، دونك لأنه تقرير على المستوى المنهجي يكون سليم، على المستوى العلمي الأكاديمي يكون سليم، على المستوى الحقوقي يكون سليم، وأيضا يكون فيه واحد النوع من الضبط. طبيعة الحال المجتمع المدني ماشي مفروض فيه يدير واحد العمل أكاديمي دكتور، المجتمع المدني وظيفته هو أنه واحد يعني كلب حراسة بشكل أو معين، يعني أنه خصو أنه ينبه انطلاقا من بين قوسين النباح ديالو انه ينبه واحد المجموعه من الاختلالات، ولكن هذا ما كيمنعش انه يكون في التقرير ديالو واحد الحد ادنى ديالو واحد العمليه ديال الضبط، حيت ملي كيكون ضبط كتسهل عليك العمليه الترافعيه مع المؤسسات، حيت باختصار ملي كتمشي عند الحكومه ملي كتمشي عند البرلمان وكتعطيها واحد المعطى اللي هو سليم وكتقول لها هذا المعطى هو سليم، راه بطبيعه الحال على الاقل كيتفاعل معك ايجابيا وكيبان له على انه كيقول لك وي راه واقيلا راه المعطى اللي عندك انت صحيح باسكو قنعتيني، حيت الهدف هو نقنعوا هذه المؤسسات بهذا الراس هذا اللي درنا ونبدلوا الممارسه ونبدلوا القوانين. اليوم كاينه عندنا الندوه لتقديم التقرير السنوي للمنصه الحقوق والحريات. هذا التقرير السنوي اللي كيعرف اربعه ديال المحاور الاساسيه. المحور الاول كيتعلق بحريه التعبير والاعلام، المحور الثاني كيتعلق بالحق تأسيس الجمعيات، المحور الثالث كيتحقق في الحق في الولوج للمعلومات، والمحور الاخير هو اللي فيه بشكل عرضاني المساله اللي كتعلق بحقوق المراه. اليوم كنا في التقديم ديالنا للتقرير السنوي وقفنا على اهم الانجازات ديال الدوله المغربيه في خصوص هذه المحاور الاربعه، كما اننا وقفنا على لأهم النقاط اللي خصها وخص الاشتغال عليها للتطوير والتجويد، سواء المنظومة التشريعية اللي عندها علاقة بالحقوق الأساسية بربعة، سواء الخروقات ديال حقوق الإنسان اللي كتشوب هاد الحقوق بربعة في ربوع الوطن. وهاد الندوة اليوم حتى هي كنا استغليناها وشكلات فرصة أساسية لجميع الشركاء ديال جمعية عدالة، سواء الشركاء الماليين أو الممولين أو الشركاء ديال الجمعيات الأخرى اللي شغلت معنا في إطار المصد لهذا التقرير. وكانت واحد المناسبة باش أننا قدرنا نغلقوا الجزء الأول من مشروع حقوق ومساواة الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، واللي عرف عدد ديال الأنشطة من بينهم الاستعراض الدوري الشامل والمشاركة ديال جمعية عدالة في إطار دينامية عدالة في الاستعراض الدوري الشامل، منهم عدد ديال التكوينات اللي قدرنا نقوم بها للمحامين والمحاميات، للرجال ونساء القضاء والصحفيين والصحفيات، من أجل أولا لإعطائهم عدد ديال الآليات ديال الشغال، سواء اللي كتخص بالآليات الدولية لحقوق الإنسان أو الآليات الإقليمية والوطنية من جهة، ومن جهة أخرى قدرنا أننا نحاولوا جميع في التصيد ديال المعرفي ديال القطاعات اللي كنشتغلوا معها.